ما عندكش الإرادة الكافية أو الشجاعة الكافية إنك تاخد قرار في موقف معين، متمسك بشيء وعاوزه لكن خجول جدا، وحاسس نفسك إنك رقيق جدا وعاطفي جدا، وخجلك ده هو اللي بيبعدك عن أهدافك. يمكن في رزق ورا ظهرك ربنا شايلهولك بإذن الله، في رزق جاي لك من السماء، عليك بآية وفتحت السماء فكانت أبوابا. حب نفسك وحب اللي حواليك، بلاش تكره نفسك، عشان في ناس هنا بتكره نفسها أو بتكره وضع معين هي فيه أو بتكره زواج معين هي فيه أو يمكن بتكره مكان عايزة تخرج منه. في حاجة يمكن ليكم في موضوع زواج أو في موضوع محكمة، يمكن في حد هنا داخل في طاقات انفصال، بس مش للكل طبعا علشان ما حدش يقول بعد الشر، متقلقوش، اللي مستقر مستقر، بس في حد هنا داخل في طاقات انفصال، يعني حد هنا راح المحكمة علشان انفصال أو عنده مشاكل وخلافات كتير مع العائلة، وفي حاجة ليه في محكمة عايز يخلصها. رقم 5 بيتكرر معاك، وده رقم انقلاب